حقيقة يعني من منظور تحليل سياسي لم تكن زيارة وزير الخارجية الإيراني خاصة فقط للعراق كما ذكرتي، إنها كانت زيارة مكوكية، لكن العراق لديه أهمية لدى إيران بحكم موقعه الجغرافي والفصائل الموالية لإيران. من منظور تحليل سياسي يعني زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد قد تكون يعني جزء من مساعي إيران لتوجيه رسائل مزدوجة، يعني واحدة إلى واشنطن مفادها أن طهران لا تسعى للتصعيد العسكري، وأخرى يعني إلى بغداد يعني تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية. ومع ذلك هنالك يعني تخوف مشروع من أن إيران قد يعني تعتمد على العراق كحليف استراتيجي في المنطقة، يعني وهذا الاعتماد قد يؤدي إلى يعني تصعيد الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الحكومة العراقية، يعني تسعى إلى تعميق نفوذها في العراق أيضا، يعني يؤدي يعني كما ذكرت إلى تورط العراق في المحور الإقليمي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني العراق الآن يجد نفسه في موقف حساس.